إلى قضاء القرن شمالي البصرة توجهت قوة من قيادة العمليات للوقوف على حقيقة ما جرى في القرية العصرية بعد أن ذكر مستثمروها للحرة أن مجموعة مسلحة استولت عليها بقوة السلاح. وغداة اطلاع قائد العمليات على نتائج التحقيق قدم رواية مغايرة لما ذكره المهندسون زراعيون، فالحادث لا يعدو برأيه عن كونه مشاجرة فقط. القضية بالكامل اطلعت عليها، شجار بالأيدي بين أحد المستفيدين اللي هو المهندس ومزارعين في نفس المنطقة، لم تكن مشاجرة بالسلاح وإنما كانت مشاجرة بالأيدي. وتنفي الشرطة في قضاء القرنة تعرض المستفيدين في مشروع القرية العصرية إلى التهديد بقوة السلاح، ودليلها على ذلك هو عدم تسجيلها أي شكوى في هذا الشأن، وأعلنت عن استعدادها لتوفير الحماية للمشروع الزراعي ومستثمريه على مدار اليوم. لحد الآن ما سجل لي أي تهديد ما عدا هاي المشاجرة اللي وفق المادة 413 موجودة الحماية بأي 24 ساعة، وإحنا مسؤولين عن كلامنا هذا. في المقابل أكد المهندسون زراعيون على أنهم تعرضوا للتهديد والاعتداء بالضرب بقوة السلاح، وإن الحادث لم يكن مشاجرة كما ادعت الشرطة التي تحاول أن تداري على ضعفها في بسط هيبة الدولة في قضاء القرن، وذاك ما كشفه عدم قدرتها على تنفيذ أوامر الاعتقال. فئة خارج عن القانون اقتحمتنا بقوة السلاح، ونؤكد على ذلك، وتوجد أكثر من دعوة بهذا الشأن بتهديد وضرب وسلاح وسرقة وتحطيم وسرقة ممتلكات خاصة للمهندسين والأطباء البيطريين، وأوامر القبض صادرة ولم تنفذ، فكيف الأمور تكون شغلة مشاجرة شخصية؟ وتتبع القرية العصرية إلى وزارة الزراعة، وتقدر مساحتها بأربعة آلاف دونم، ووزعت بواقع 40 دونما لكل مهندس زراعي وطبيب بيطري بموجب عقود حكومية لأغراض استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع لتربية الحيوانات. وتطمئن الجهات الأمنية المستثمرين أن بإمكانهم العودة إلى أراضيهم ثانية واستصلاحها، وتعهدوا بتوفير الحماية لهم إن طلبوا ذلك. من أمام القرية العصرية في قضاء القرنة، سعد قصي، الحرة.